بالفعل هذه نقطة، واللي من هنا تنحيي السيد شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واللي حرص على أساس أنه القيمة المالية ديال الميدالية تكون نفس القيمة لا للرياضة الأولمبية ولا للرياضة البارالمبية، وهذا أعطى واحد الارتياح للأبطال ديالنا، ارتياح وتشجيع في نفس الوقت، أعطاهم واحد الشحنة إيجابية اللي خلتهم أنهم تيبحثوا على أساس باش يظفروا بالميداليات ويجيبوا حتى أحسن تصنيف اللي ممكن يوصلوا له، أحسن رقم اللي يوصلوا له، اللي تيخليهم طبيعة الحال باش يستفدوا من مبالغ مالية مهمة في هذا الشأن.